بمعنى هل أن عندما يروى وينقل هذا الحديث من الجيل الأول الجيل الذي يعقبه يحصل له تطوير؟ يعني أنت الآن في كلامك أستاذي أكثر من شيء. نعم. الشيء الأول من ألف المسند، هذا سأعود إليه. نعم. لكن النقطة الثانية، يعني هو تأكيد لما قلته قبل قليل، سنلاحظ في فقه الإمام الربيع ما يخالف مروياته، وفي فقه أبي عبيدة ما يخالف مروياته، وفي فقه جابر بن زيد ما يخالف مروياته. هذا يبحث مع العالم الواحد، مع العالم الواحد أنا أتكلم الآن. في فقه الربيع ما يخالف رواية الربيع، وفي فقه أبي عبيدة ما يخالف رواية أبي عبيدة، وهكذا بالنسبة لجابر وغيرهم أيضا. طبعا لا، هذا يبحث تحت باب إذا روى الراوي، إذا روى الراوي ما يخالف رأيه، أو إذا رأى الراوي ما يخالف روايته، أو إذا خالفت رواية فتوى العالم رواية، موجود فحتى في المذاهب الأخرى بحثوه. لذلك مثلا استدلوا على ضعف حديث المسح الخفين وارد عن أبي هريرة. طبعا أحاديث مسح عن الخفين وردت عن جملة من الصحابة في المدرسة المحدثين، لكن قالوا مثلا أبو هريرة روى جواز المسح الخفين لكنه أفتى بخلاف ذلك، ولذلك قالوا هذا يدل على ضعف روايته، بما أنه روى شيئا يخالف رأيه، أو بما أنه أفتى بشيء يخالف روايته، ففي هذه الحالة رأيه طعن في روايته. هذا رأي، رأي موجود، لكن بالنسبة للربيع وجابر وأبي عبيدة في رأي لا 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 يعد الأمر من هذا القبيل، لا يعد أن آراءهم التي خالفوا بها مروياتهم من قبيل الطعن في الرواية، وإنما هي من قبيل سعة الفقه، من قبيل الدلالة، دلالة النص. يعني ليس بالضرورة أن يكون الأمر طعنا. ورد مثلا في ابن جعفر، وذكر هذا أيضا ابن بركة في حديث أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخالب من الطير حرام، في بعض الروايات وفي بعض الألفاظ أن النبي عليه السلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخالب من الطير. فذكر عن أبي عبيدة وغيره أو بعض العلماء أنه طعن في إسناد هذه الرواية، مع أن أبا عبيدة هو الراوي للحديث في المسند. في تقديري أن مثل هذه العبارة هي استشفاف من العلماء اللاحقين لرأي العالم الأول، يعني ربما لم يقل أبو عبيدة بالطعن في الرواية، وإنما استنتجوا من خلال رأيه المخالف لروايته أنه يطعن في هذه الرواية. فلذلك سنجد مثلا أن الإمام أبا عبيدة روى حديث الوضوء ثلاثا ثلاثا، والوضوء اثنتين اثنتين، والوضوء واحدة واحدة، رواه في المسند. لكن في مدونة أبي غانم أبو عبيدة يقول لا داعي للالتزام بالتثليث أو التثني، يمكن أن تمسح، أن تغسل عضوا مرة وتغسل عضوا مرتين في الوضوء الواحد. هذا مفاد رأيي، أنه لا 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 داعي للالتزام. هل هذا طعن في الرواية؟ لا، هذا سعة في الفقه كما يبدو لي. هذه مناهج في التعامل مع النص، هذه مناهج في الدلالات.